فات أكتر من 66 سنة على أغنية ماما زمانها جاية للفنان الكبير محمد فوزي اللي غناها في فيلم معجزة من السماء سنة 1956، وطبعاً كلنا حبيناها وتعلقنا بيها من وإحنا صغيرين، وكتير مننا سأل هو مين الطفل اللي موجود في الأغنية؟ قبل ما نعرف حكايته بنرحب بيكم الأول في مجلة الحياة. ظهر مع الفنان محمد فوزي في الأغنية طفل صغير وكان شايله بيغني له عارف الواد اللي اسمه عادل جه الدكتور وعمل له إيه؟ والولد ده ظهر مرة واحدة بس في الأغنية وكان أول وآخر ظهور ليه. يلا نعرف قصته ويا ترى شكله دلوقتي بقى عامل إزاي بعد مرور 66 سنة من عرض الفيلم. بطل أغنية ماما زمانها جاية هو الكابتن هاني داود، وحالياً بيشتغل مدرب في أكاديمية القلعة الحمراء في محافظة اسكندرية. وعاش هاني داود طفولة صعبة بعد وفاة والدته وهو يدوب عنده أيام، وكان عايش في نفس العمارة مع الفنان محمد فوزي ومراته مدام هداية عبد المحسن في حي الزهر، وكان والد هاني بيسيبه هو وأخته مع مدام هداية طول اليوم لحد ما يرجع من الشغل بالليل، وكانت هي اللي بتقعد معاهم طول اليوم وتأكلهم. يعني تقريباً كده كبر في بيت الفنان محمد فوزي اللي بقى بالنسبة له أكتر من والده. وفي الفترة دي كان محمد فوزي عايز طفل معاه في الأغنية، فاختار هاني بسبب حبه الكبير ليه وإنه متعود عليه لأنه كان ولد شقي جداً وهو بيحب النوع ده من الأطفال. ولما هاني كبر شوية كان الفنان محمد فوزي بيرجع من شغله كل يوم الساعة 12 بالليل، فكان هاني بيقلده وبيلبس الروب بتاعه وبيقعد جنبه على السرير وهو نايم، وده خلاه يتعلق بالفنان محمد فوزي أكتر وحس إنه مثله الأعلى. ولما مرت السنين وبقى هاني شاب ما وافقش أبداً يستغل علاقته بمحمد فوزي ويظهر في السينما على الرغم من إن اتعرض عليه عدد من الأعمال، لكن قرر يكون اتجاهه بعيد خالص عن الفن واتجه لكرة القدم. بس والده الحاج داود ما كانش موافق لأنه كان موظف عادي وعايز ابنه يكون موظف زيه. بس من حسن حظه إن الكابتن السيد الدزاوي لاعب الأهلي السابق كان جارهم في العمارة في الدور الأول، فأقنع والده يخليه يروح يلعب في الأهلي، وكان من جيله الكابتن طاهر أبو زيد، وللأسف ما حلفوش الحظ وبقى مشهور زي جيله، بس فضل موجود جوه القلعة الحمراء واشتغل مدرب في قطاع الناشئين في النادي لحد لحظة نادي. ومؤخرا تم تكريمه في افتتاح واحدة من الأكاديميات الخاصة التابعة لمدرسة لغات في منطقة العجمي غرب اسكندرية، وللكابتن هاني داود بنت واحدة اسمها فرحة، وكان بيشغلها الأغنية دي وهي صغيرة، ولما كبرت وعرفت إن والدها هو اللي في الأغنية فرحت جدا. وقال كابتن هاني داود إنه بيتمنى يشوف بنته في وظيفة كويسة وإن ربنا يديها الصحة والسعادة، وإحنا كمان بنتمنى لها كل الصحة والخير في حياتها هي ووالدها الكابتن هاني داود. بكده يكون الفيديو انتهى، استنونا فيديو جديد مع مجلة الحياة.